وإلى كورنيليا ماير للحديث بشكل أكبر عن المؤشرات الأوروبية، وهي الرئيسة التنفيذية لماير ريسورسز. كورنيليا أهلا بك معنا. برأيك اليوم يعني هل تفعيل المادة 155 في كتالونيا والتي من المحتمل أن تتم يوم الجمعة مع طبعا بعد تصويت البرلمان الإسباني، هل تتوقعين أن نشهد رد فعل قوي من الأسواق في حال شهدنا تفعيل هذه المادة والتصويت بالموافقة؟ أتوقع رؤية ردود أفعال لأننا أمام حالة غير مسبوقة. هذه المادة موجودة منذ 40 عاما في الدستور الإسباني ولم تستعمل. لكن ما مدى قوة رد الفعل؟ هذا الأمر يتوقف على ما إذا كانت ستفعل وكيف ستفعل. إذا جرى اللجوء إلى استعمال القوة هذا الأمر سيترك أثرا سلبيا من الناحية النفسية على نسيج الاتحاد الأوروبي وكل هذا الشعور بالديمقراطية والاستقرار، وهذا سيعطينا شيء من ردود الأفعال في البورصات والأسهم الأوروبية وتحديدا في الأسواق الإسبانية. كورنيليا، مؤخرا بدأنا يعني حتى نشهد تجاهل لربما الأزمات السياسية التي نشهدها حول العالم، ليس فقط في أوروبا وليس فقط في البريكزيت، كوريا الشمالية وما إلى ذلك. ولكن كورنيليا، برأيك اليوم ما نشهده من أزمات سياسية، نشاهد هذا التحول أيضا في أوروبا، تشيكوسلوفاكيا وربما الرئيس الجديد اليوم من الشعبويين، لدينا ربما تحرك هذا العام القادم في إيطاليا، هل تعتقدين بأن اليوم نشاهده في تحول السياسي من الممكن أن يبدأ يؤثر سلبا على النمو في منطقة اليورو؟ الأمر يتوقف على ما سيحصل. حاليا النمو في منطقة اليورو جيد، لكن الانتخابات في إيطاليا ستكون مهمة لأننا أمام سوق مهمة. بالنسبة لجمهورية التشيك فهي سوق أصغر وتأثيرها أقل، لكن ما نراه في بولونيا وهنغاريا والنمسا مع وجود حكومات أكثر يمينية وفي جمهورية التشيك إذا هناك توجه نحو اليمين، فكيف سيؤثر هذا الأمر على الأسواق؟ هذا الأمر لازلنا بانتظار أن نرى كيف سيحصل، لكن إذا حصلت مشكلة أيضا في إيطاليا فنتوقع هبوط الأسواق في تلك الحالة. طيب ماذا عن البريكزيت كورنيليا؟ يعني نهاية الجولة الخامسة، لا اتفاق، توجهت تريزا ماي إلى بروكسل، حتى الآن لا يوجد أخبار إيجابية والوقت يعني الوقت يدق. طبعا بالتأكيد الساعة تدق ولدينا 15 شهرا للتوصل إلى اتفاق، وما لا يدركه الناس هو أن المعاهدات الحالية من الاتحاد الأوروبي هي أكثر من 500 اتفاقية، وبالتالي إذا كانوا يريدون اللجوء إلى النموذج السويسري فهناك 3 اتفاقية يجب التفاوض عليها، وهذا أمر لا يمكن أن يجري في 15 شهر. نعم الساعة تدق والوقت يمضي، والحكومة في المملكة المتحدة غير موحدة في موقفها ولديها تحدياتها ومشاكل الداخلية، ويجب أن تركز على المفاوضات مع أوروبا. كما أن المملكة المتحدة يجب أن تفهم بأن هناك فاتورة خروج يجب أن يسددوها، لذلك هم يقيمون القرش لكن لا يقيمون استرليني، لأن الفاتورة الأكبر لن تقتل المملكة المتحدة، لكن الصفقة السيئة سوف تقتل الصناعات في المملكة المتحدة بلا شك. كورنيليا، يعني اليوم يوجد شيء مستغرب في المملكة المتحدة، نتحدث عن البريكزيت، نتحدث عن تخوف الشركات، نتحدث عن انتقال الشركات ربما من لندن وبريطانيا إلى أماكن أخرى حول العالم. مع ذلك منذ التصويت كانت البريكزيت كانت البطالة في يعني قرابة نسبة 5%، اليوم نتحدث عن 4.3%. أنت موجودة اليوم في بريطانيا، كيف تحللين هذه الظواهر ربما؟ I didn't quite understand. What did you ask?
سأعيد السؤال كورنيليا، اليوم نتحدث نحن عن تخوف للشركات في بريطانيا ومحاولة الخروج إلى أماكن أخرى. مع ذلك نشاهد مستويات البطالة تتراجع وبشكل قوي من 4.9% تقريبا منذ التصويت، اليوم نتحدث عن 4.3%. كيف تفسرين اليوم هذه الظاهرة؟ نحن أمام الهدوء الذي يسبق العاصفة. ما حصل هو أننا وقبل أو بعد الاستفتاء حصلت انتخابات والاسترليني تراجع، وهذا الاسترليني الضعيف ساعد الصادرات، وكل من يصدر يوظف الناس. إذا على المدى القصير نعم سيكون هناك تحسن في التوظيف، لكن عندما ينصب الحاجز أمام المملكة المتحدة، لأن أكثر من 40% من صادراتنا تذهب إلى المملكة المتحدة و 50% من صادرات من مستورداتنا تأتي، وعندما تصبح عملية التصدير لأوروبا أصعب وقتها سنبدأ برؤية خسائر في الوظائف، وهذا الأمر سيحصل عندما تنقل هذه المصارف مكاتبها إلى فرانكفورت وغير ذلك من المناطق، لأن البنوك تخرج لكن لا تخرج وحدها، وإنما نحن نتحدث عن الموظفين وعائلاتهم وكل الصناعات المكملة، وحتى من يصنعون السندويشات سيغادرون. وعندما يحصل البريكزيت سنشعر بتأثير البريكزيت في أرقام التوظيف أيضا. شكرا لك كورنيليا ماير، كنت معنا وأنت الرئيسة التنفيذية لماير ريسورسز.